شباب. طبعا احنا هون هاي خلصوا الاوغاد، الاوغاد خلصوا المهمه، الاوغاد خلصوا المهمه، مبسوطين، انتصار، انتصروا الاخوان، انتصروا، انتصروا، انتصروا على 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 شباب، مع على شباب صغار، انتصروا. هذا عاود دخلوا جوا، بدخلوا عاودوا جوا، هاي معركة الانتصار، هذولا بخزوش على حالهم. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر والعزة لله، الله أكبر والعزة لله، ونحن مرابطين هون ما حدا روح، مظبوط طلع هنا، بس احنا فيش نروح، مش رايحين نروح من هون. الشباب موجودة زي ما انتم شايفين، الشباب هون، الشباب موجود. على فكرة هم طلعوا الجنود، طلعوا فكروا حالهم انتصروا، فشكل صار في اخرى، صار في ضرب حجار، فعودوا رجعوا. طبعا مساكنين بس هم سامعين الطخ هون. احنا طبعا مش رايحين نروح، فيش، احنا هون ضالين، يعني احنا ضالين هون باب السلسلة هاد، احنا موجودين. اسمعوا صوت الـ صوت الـ صوت القنابل، اه بيطلعوا بيرجعوا، احنا موجودين. الشباب ما شاء الله عنهم، فيش حدا، فيش حد. طبعا هناك في البوابات زي ما انتم شايفين، احنا هون موجودين جنب الباب اللي احنا جوا الاقصى، بس في شباب برا، في شباب اللي لبرا، طبعا مش عمالهم بيدخلوهم. بدنا نعطيكم شوي تشوفوا الشباب بيجوا بتوافدوا، شباب وصبايا ما شاء الله عنهم من القدس ومن برا القدس، بس هم عاملين حواجز، هم عاملين حواجز، ما بيخلوا ولا حدا، ما بيخلوا حدا يدخل زي ما انتم شايفين هناك. اوكي، في هنا في محسوم، في حاجز، واحنا اللي طلعنا من الاقصى طبعا ولا حدا روح. احنا موجودين هون، مش رايحين نروح طبعا. الكل موجود هون، الشباب موجودين، كل الابواب موجود فيها شباب. هاي هم هذول اللي انتصروا على شباب، طبعا شباب صغار فكروا حالهم في غزوه، استحوش على حالهم. هاي انت مش رايحين نطلع. يا رب انتقم منهم يا جبار، اللهم احفظ الأقصى يا الله ويسر الله. الشيخ محمد ضيف شكال لم نترك الأقصى. طبعا اسمعوا الشباب كيف بيحكوا معهم، مش سالين عنهم الشباب، ما حدا بيسال عنهم زي ما انتم اسمعوا شو بيحكوا. طبعا انتم شايفين مش سالين عنهم، نصهم عربي حاج، نصهم عرب هاد، مستحوش فوق ال 200 جريح اذا مش اكثر. طبعا زي ما انتم شايفين طبعا احنا مش رايحين زي ما حكيت، احنا ما مش رايحين نطلع عن الشباب موجوده هون، ولا حدا راح يطلع، احنا راح نضلنا موجودين، مش رايحين نطلع من هون. هم مسكرين طبعا الابواب، سامعين الصوت، الضرب جوا، في ضرب، الشباب الساعة جوا، في عمال بحاولوا يطلعوه، مش طالعين الشباب. يعني انا ما شفتش اشي زي هيك، اقسم بالله ما شفت اشي زي هيك في صدورهم الشباب، والله ما عملوا اشي، هم اللي هجموا. كانوا حتى في شباب يبعدوا فيهم عن الابواب عشان ما يصيرش اشتباكات، وهم اجوا من الخلف طبعا، غدارين، غدارين. لو شفتوا كيف الشباب، بس ما شاء الله عنهم الشباب، شباب من كل البلاد، 48 من الناصرة، من حيفا، من عكا، من مثلث، القدس، كل أنحاء القدس متواجدين.
زي ما انتم شايفين بيطلعوا. اسمع بدل ما تحموا بيت المقدس يكون مع اسود بيت المقدس، بل خليتوا بعضكم مع كلكم مع اليهود عشان احنا نشوف جهنم معهم. والله ما يجي حد ابقى السماتي ابقى السماتي. طبعا الشباب زي ما انتم شايفين مش حاسبين لهم حساب، يعني ما شفتش انا بصراحه اشي زي هيك، يعني شباب صغار عن جد اشي بيرفع الراس. والله لو تشوفوا كيف واقفين وقفة عز، هم بيفكروا انهم انتصروا بس على ارض الواقع والله ما انتصروا. شباب ما شاء الله عنهم. طبعا جيش مدجج، مئات دخلوا من الجنود، مئات مش 10 و20، مئات من كل الابواب خايفين. والله لو شفتوا كيف هربوا، كيف كانوا هاربين من الشباب. وأنا ولا حدا زي ما انتم شايفين، ما في طارق بيحكي للشرطة. اسمعوا شو بيحكي للشرطة الشاب، اسمعوا الشرطة شو بيحكي، اسمعوا شو بيحكي، اسمعوا طلع شو بيحكي لك، طلع مش سائلين عنك. طبعا هو بعرف شو هويته بس بيحكي عربي. اسمع شو قلت الحمد لله، اسمع شو بيحكوا له، اسمع شو بيحكوا له، طلع اسمع. طبعا هو بيحكي عربي الشرطي هذا. سائلين عنك، بعطي محاضرات عن القوة النفسية، بشوف هدول الشباب مش قوة نفسية، اشي مش عارف ايش احكيه ما شاء الله عنهم، الله يقويهم. يعني ما شفتش اشي زي هيك بصراحة. طلع كيف بحكي معك، طلع كيف بحكي معك، طلع كيف بحكي معك، شوفوا كيف بحكي معك. اسمع كيف بحكي معك، مش سائل عنك. اسمع شو بحكي لهم مع شباب زي هدول، وين بدهم يروحوا مع شباب زي هدول، وين بدهم يروحوا؟ طبعا خبم طبعا قبل شوي كان في استغاثة من المسجد الأقصى بس طفوا الكهرباء، وما في، كان في استغاثة للشباب المقدسي وغير المقدسي إنه يتواجدوا على بوابات الأقصى استغاثة إنهم يحاولوا يضغطوا يطلعوا الجرحى. في مئات الجرحى شوف شو بحكي هذا. بس يا زلمة أنت اللي بحكي لك هيك، والله يا زلمة أنت فتح شوف شو بحكي، احكي لك عشان تفتح أنت مش صاحي يا زلمة. والله لو حكينا هذا الكلام لا في شخص حلف خنزير اسمع الكلام لا جد، يعني إن شاء الله جد ايوه جاب الكاميرا حطها عندها غير صورني صلى هي مريها عادي يضويها لا بصور كان. طب عاد انت ما تديدك عشان خا ما سويتش شيء
طبعا زي ما حكيت الشباب هون مرابطه ومش راح يطلعوا من هون، مش راح يتحركوا. زي ما حكيت في بيجوا شباب من برا، من برا البلد، بس في عاملين حواجز ما بيخلوهم يدخلوا. احنا اللي كنا في الاقصى ضلينا جنب الابواب ما روحناك، وعاملين زي ما حكيت حواجز برا، كل واحد بيجي بيرجعوه. ففعليا البلد مسكرين، البلد مسكرينه. طبعا بتعرفوا ان في العصر في المسيره في مسيره للمستوطنين راح تكون طبعا